مفوض على عبد الرحيم من مركز دفاع مدني زيونه معلم التدريب. بالنسبة للحوادث اللي جاي تصير عندنا حاليا بالمنازل والمؤسسات، عندنا احنا نظرية الاشتعال. نظرية الاشتعال تتكون من ثلاث عناصر، والعنصر الرابع تبدي من عنصر المادة والأكسجين والحرارة، والعنصر الرابع التفاعلات الكيميائية تصير بيه. هاي العناصر شلون تسيطر عليها بالحوادث؟ نكسر، احنا نسميه كسر ضلع او العزل، تعزل المادة، او بالتبريد بالحرارة، او بالخنق بالاكسجين. نستخدم احنا المطافي، عندنا انواع من المطافي، مطافي باودر ومطافي سي او 2 ومطافي الرغوة. عمليا كحاليا متوفرة بالمنازل هي المطافي الباودر. مطافي الباودر تستخدمها بالمواد الصلبة، المواد الكهربائية، نحاول يعني نقلل اقل الحوادث قبل لا يتوسع الحادث نستخدمها. بالنسبة للأجهزة الكهربائية، دائما واحد من يطلع من البيت او يفرغ المكان يطفي